اول ما تبدا، اول ما تبدا ركز معايا اهو، اول ما تبدا احنا بدانا من تحت خالص. لما احنا قلنا نبدا من الاول كذا، نبدا نخليهم في صفحه واحده مش عارف فجأة. لا بقى لما تيجي تشتغل بقى احنا بس عشان نوصل لك فكره الفيو والموديل والكنترول، فاحنا بدانا من الصفر. انت بقى عندك المبدا بتاع الفيو والموديل والكنترول. اول ما تيجي تبدا دايما احنا بنبدا من ايه؟ من الكنترول. اقول تاني اهو، لما تيجي تبدا من ايه؟ لما تيجي تكريت صفحه تكريتها من ايه؟ انا مثلا على سبيل المثال عايز اعمل صفحة بسيطة خالص كده. الصفحة الديزاين اللي هيتعرض عبارة عن فايل هيترفع، ده فايل اهو، ابلود فايل، فايل اهو هيترفع، وجنبه زرار مين؟ سبميت. جنبه زرار مين؟ سبميت ابلود. ده الشكل الديزاين صح؟ وبعد ما يتعمل له ابلود هيروح يقول له ايه؟ هيطبع له رسالة كده، تم مين؟ تم الحفظ. تم مين؟ الحفظ في الشكل ده. ده الديزاين اللي عندنا، المفروض ديزاين الشكل ايه؟ تم الحفظ، لو اترفع. تم او النتيجة. النتيجة دي سواء تمت الحفظ او لما ايه؟ او لما يتم رفع الملف. في مشكلة في كده؟ ده الديزاين اللي عايز اعمله. حطيته في دماغي. هو الديزاين الفيو بيتحط في الفيو ولا في الكنترولر؟ المفروض الرسمة بتاعته بالفيو. بس احنا نبدا من الكنترولر. بس احنا نبدا منين؟ ازاي؟ قال لك هتيجي تعمل ايه؟ الصفحه هنا كده من الكنترولر اسميها ابلود. العربي بليز. ابلود دوت بي اتش بي. مالها الابلود دي بي اتش بي؟ قال لك هتيجي تكتب جواها الكود البي اتش بي، صح؟ وهي اللي هتفتح مين؟ الصفحه اللي اسمها ابلود في الفيو. ما احنا ماشيين بستاندر بطريقه معينه، انا عارف ان هنا في صفحه ابلود دوت بي اتش بي، وفي الفيو هيبقى في صفحه اسمها ابلود. يبقى اجي من غير ما اتكلم، انا اقول له انكلود وبين قوسين اقول له مين؟ اطلع بره كده، اطلع بره يا عناي. انا جوه مين؟ جوه الكنترولر. تعالى كده، انا جوه مين؟ جوه الكنترولر. هنا جوه الكنترولر، انا عايز اروح للفيو، اكيد ارجع بره خطوه. والاقي مين؟ الفيو. ادخل جوه الفيو. صح؟ محدش يطلع كده، بص انا جوه الكنترولر، في ناس بتعمل كده، اطلع بره خطوه اتنين تمام؟ طلعت بره خالص، اقول لا انا جوه الكنترولر، عايز اطلع بره دوت دوت بس. بعد كده مين؟ اخش جوه مين؟ الفيو. الفيو ما فيهوش ابلود، فنحط له فايل. ماشي، ما انا بقول لك حتى وانت شغال خلاص انت فاهم الدنيا، انت ماشي بستاندرد. انا قاصد ان اقول لك احنا نبدا بمين؟ من الكنترولر دوت دوت سلاش فيو، والمفروض الصفحه بتاعتي اسمها مين؟ ابلود مين؟ دوت بي اتش بي. يا عم ده مش موجوده، عشان انا ماشي بستاندر، فانا بكتب وانا مطمن. بكتب وانا مين؟ وانا مطمن. هم في الفيو دي في صفحه اسمها ابلود؟ اقول لك ده انا كانت صفحه اسمها مين؟ ابلود دوت مين؟ فهمت قصدي؟ فهمت الدنيا ماشيه ازاي ولا لا؟ تنظيم ايه؟ رحت جيت هنا كده قلت له الصفحه اللي اتعرضت، لما اجي افتح الصفحه دي افتح ازاي؟ من الكنترولر، من الفيو، من الكنترولر صح؟ من الكنترولر سلاش مين؟ ابلود دوت مين؟ الصفحه فاضيه خالص. خلي بالك اللي انا جيت عليها الكنترولر دي، بس تعالى اكتب كلمه هنا كده حتى اتش 1 كده ولا حاجه، فيو، هجيب لك برضه الفيو. انا فاتح الكنترولر، انا فاتح مين؟ ليه؟ لان انا اساسا في الكنترولر كاتب ايه؟ هات الكلود وحطه هنا، هات الفيو وحطه ليه؟ هنا، فكان انا كاتب جوه هنا. في مشكله في العمل ده؟ ها؟ حدد المشكل؟ طيب. تعالى كده بقى نعمل فورم بسيط خالص. بوست. يعني في الاغلب ما حدش بيستخدم الاكشن. ها؟ أه؟ في الاغلب كده لا، نستخدم الاكشن دلوقتي يا راجل، نستخدم دلوقتي، نستخدم مش لازم انا انا قصدي نستخدم الاكشن. تعالى النهارده ايه؟ النهارده الخميس.
الو تعمل مين ابلود؟ ابلود مين؟ فايل. ابلود فايل انبوت من نوع مين؟ انبوت من نوع فايل. التايب بتاعه مين؟ فايل. هنعمل اس دي ام ال فايل بي. ماشي. لما تحب الخلل الكومبليت شغال معاك اقول له مين؟ اتش تي ام ال. واقول له مين؟ التايب. التايب هو الطايب. الانبوت مش كامله. الانبوت واقول له مين؟ التايب. اقول له مين؟ من نوع فايل. من نوع فايل. وبعد كده مين؟ انت حضرتك بدات تسكت تاني؟ انبوت. التايب بتاعه من نوع ايه؟ سبمنت. والفاليو اللي هتتكتب عليه اسمه مين بقى؟ ابلود. لاحظ ان ابلود دي اتعملت في 50 مره تمام، عشان بعد كده في الداتابيز لما يجي يعمل ابلود محدش يقول احنا مش عارفين نعمل ابلود. ايه اللي ناقص في الابلود فايل؟ ماي فايل انك تايب. وايه تاني؟ الفورمه تبقى بوست، بس الفورمه كده كده معموله ايه؟ بوست. في حاجه تانيه؟ في حاجه تانيه يا جورج؟ النيم. شفت الشات الحاجات دول؟ لازم تبقى في دماغك كله. خلي بالك انا جاي جاي. ايه انت مش نايم؟ انت كمان صح؟ انت بردان لسه؟ هي كده يا شباب، في مشكله في كده؟ اسال سؤال. احنا فين يا اختي يا صام؟ موجودين في الفيو صح؟ المفروض الاكشن دي بنكتب ايه؟ بنكتب جواها الصفحه اللي هيروح لها ينفذ الكود. لا، اللي مكتوب فيها كود بي اتش بي اللي هيمسك البيانات في البوست مثلا او في الجيت. يعني مثلا لو عندنا مثلا ادي هنا فايل، اديله اسمه في الاول، اديله اسمه، اديله مين؟ النيم. واسميه مين؟ ابلود فايل. ابلود مين؟ فايل. وعندي هنا انبوت التايب بتاعه مثلا اي تكست مثلا، وده الاسم بتاع الفايل. النيم مثلا ده اسم الفايل مثلا، او مش لازم اسمه، مثلا اي حاجه كده، مثلا التصنيف بتاعه، تصنيف الفايل ده، او بكتب له ملاحظات نوتس. النيم بتاعتي دي النوتس اللي اكتبها على الفايل دي، نوتس، اكتب شويه نوتس كده. في مشكله في كده؟ النوتس دي او اللي هي زي فيرست نيم ولاست نيم والكلام ده كله، وابلود فايل. النوتس دي هتروح للبوست، هتروح لمين؟ للبوست صح؟ لان كلمه عاديه. لما احنا كنا بنعمل صفحه جنب الصفحه كنا بنعمل ايه؟ نكتب اسم الصفحه. اسم الصفحه هنا صح؟ في ارجع جاب لي الفيو والمودل، كنا بنكتب هنا اسم الصفحه صح؟ عشان الكود ده اللي يروح يمسكها. طب لو انا كنت بكتب في نفس الصفحه هنا كود بي اتش بي كنت بعمل ايه؟ بسيبها فاضيه او بي اتش بي سيرف، او سيبها فاضيه صح؟ اسال سؤال بقى، لما تيجي تمسك النوتس تمسكها ازاي؟ موجوده في البوست اندرسكور مين؟ صح؟ اندرسكور بوست. احول دي لب اتش بي واقول له اندرسكور مين؟ اندرسكور بوست. اوف مين بقى؟ اوف نوتس. اوف نوتس. انا كده في نفس الصفحه صح؟ ايوه. معايا صح؟ كده في نفس الصفحه. ولو عايز امسك الفايل اندرسكور مين؟ اندرسكور فايل. اوف اسم الفايل اسمه ايه؟ ابلود. ابلود فايل. فايل. لحد كده في مشاكل؟ لا. طيب اسال سؤال بقى، ركز معايا صح. لو خدت دي كده كنترول اكس ورحت حطيتها في صفحه جنب الفيو، كنت اكيد هتكتب في الاكشن هناك اسم الصفحه اللي رحت لها طب لو رحت حطيتها في الكنترول اللي هنا كده بقى المفروض ايه؟ اكتب ايه؟ انت عارف ده؟ الكود البي اتش بي مكتوب فين؟ في كنترولر في صفحه اسمها مين؟ ابلود. وهنا انا فيها في الفيو، انا عايز اقول الاكشن بتاعنا روح للكنترولر، هتلاقي صفحه اسمها مين؟ ابلود. فالمفروض اقول له انا ضغط في الفيو اطلع بره سلاش، هتلاقي في صفحه اسمها مين؟ كنترولر. هتلاقي صفحه اسمها مين؟ كده صح ولا غلط؟ صح.
حد محترط في اللي انا عملته ده؟ حد محترط في اللي انا عملته ده؟ كده صح، شغالين صح كده. احنا كده كده هيروح يشغل الصفحه بتاعت الكنترولر، هيلاقي ان في اكلود للصفحه بتاعت، تمام كده. في مشكله في اللي عملته ده؟ في مشكله؟ انا كده قلت له هتروح للصفحه اسمها كنترولر اسمها ابلود. كمان كده في مشكله؟ بيقول لك ممكن تكتبها وممكن ما تكتبهاش. ممكن تكتبها وممكن ايه ده؟ ازاي ممكن تكتبها وممكن ما تكتبهاش؟ قال لك اساسا الصفحه الفيو هي بتتفتح فين؟ هنا. لما هي كده بتتفتح هنا، فانا لو سبتها فاضيه فالاكشن اللي اروح له فين؟ هنا. طب لو انا كتبتها صح، طب لو ما كتبتهاش؟ عرفت ليه انا ما كتبتش المره اللي فاتت بس انتوا ما خدتوش بالكم؟ ازاي ما كتبناش اكشن؟ وقال لك يبقى الاكشن ما لهاش لازمه. لا الاكشن لازم لازمه ولازم اكتبها، بس ايه؟ انا اساسا انا جوه مين؟ جوه هو الكنترولر، فانا اساسا ممكن ما اكتبش بالانكلود واكتب الاكشن؟ لا تكتب بالانكلود. انت عارف اللي احنا عملناها ايه بالظبط؟ صالح صفحه الفيو اتفتحت هنا، صفحه الفيو انكلود بقت هنا، وانت كاتب في الاكشن في الفورم عارف كاتبها؟ اطلع بره، هتخش فولدر اسمه كنترولر، هتخش صفحه اسمها مين؟ اندكس. عارف الفيو موجود فين؟ هنا موجود فوق جوه الكنترولر، لان هو بيفتح جوه مين؟ فانت بتقول له اطلع بره، راح طلع بره، جوه طلع بره الكنترولر، رحت قلت له خش جوه الكنترولر، يعني انا موجود في الكنترولر اهو، انا موجود جوه مين؟ الكنترولر، فالمفروض ما اكتبش حاجه، عشان الفيو مفتوح جوه مين؟ رحت انت كتبت دوت دوت، راح طلع بره الكنترولر، قلت له خش جوه الكنترولر. انا كنت فيه عند الحاجه، فاهم انت قصدي؟ فاهم قصدي؟ انت كتبت دوت دوت، راح طلع بره الكنترولر، رحت قلت له خش جوه الكنترولر تلاقي صفحه اسمها مين؟ ابلود. فهمت قصدي ولا لسه برضه ما دخلتش دماغك؟ لان الفيو نفسه بيتفتح جوه مين؟ جوه مين؟ الكنترولر. فانت عايز تكتبها اكتبها، مش عايز تكتبها ما تكتبهاش. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ ولا لسه ما فهمتهاش؟ طب والكود بتاعنا؟ اسال سؤال بقى، الكود ده بوست اوف نوتس وفايل اوف نوتس هل بيتملى اول ما افتح ولا لازم ادوس سبميت؟ يبقى لازم اقول له اف ايه؟ الست اللي احنا كنا بنكتبها اسمها بقى؟ ما قلنا اندر سكور سيرفر اوف مسج. عايز اف ست؟ ماشي زميلكو عايز يغير الشكل شويه. اف ست بقى لمين؟ لدي. اف ست لمين؟ لدي. لو عايزين نحط الثانيه هنشيل تقول له اند بره كده. معلش جوه الاف، بص الجافه بتاع الاف فين؟ بص ادي الشرط الاولاني اهو. ادي الشرط مين؟ دي شرط الاولاني اهو. اهو. عايز اعمل شرط ثانيه؟ اند بعد الاف. بص بعد الاف 6 مش شايف ال 6 الجافه بتاعتها فين؟ مش دي فانكشن؟ ايوه. لا اما ترجع لا اما ترو لا اما ترجع ايه؟ اقول له او اند. انا كده بعمل او. طب كده؟ اس 6 لمين؟ دي ده. في مشكله في اللي عملته ده؟ سؤال فين فتحه الاف؟ فين الجافه بتاع الاف؟ في مشكلة في اللي عملته ده؟ مش بالسيرفر. واحد ينسى ويعمل ايه؟ سيمي كولن بعد الاف. دايما بشوف الايرور دي عند الناس، هي الاف ما فيهاش ايه؟ سيمي كولن. كل السطر الثاني في السيمي كولن الا الغير والاف وسويتش والكلام ده كله، ده كلها دي سينتاكس مش سطور، ده شرط كونديشن، والكونديشن ما حطلوش ايه؟ سيمي كولن في نهايه السطر. تمام؟ دايما ايه؟ الناس بتجع فيه. بالسيرفر ريبيوس ديت بدل كل الكلام ده؟ ايوه مش بدل كل الكلام ده كله ده. انت مش فاكر المره اللي فاتت قلنا لو في ريكويست، طب لو فاضي، طب لو مش عارف ايه، انا بقى بحط الشروط دي بتاع المره اللي فاتت، ما مفيش حاجه اسمها بدل، انا اللي عايزه ايه؟ مش احنا كان في بوست، بس انا عايزه لو كتبه فاضي يقول لي ايرور، كنا بنعمل ايه؟ اف امبتي. فاكر انت المره اللي فاتت؟ ايوه عرفتنا من المره اللي فاتت. ايوه طب لو هو كتب ثلاث حروف انا عايزه خمسه، ما هو مش شائع، انا عايز ازود شروطي. فحته الشرط دي انت اللي عايز ايه؟ انا دلوقتي عايز لو هو ضغط سبميت اعمل ريفريش كده، هيجيب ايرور ولا لا؟ مش هيجيب ايرور صح؟ تعالى نكتب نوتس
ملف مثلا ملف عن حضارة مصر واقول له اختار الملف بتاع حضارة مصر تمام. الفايل ده مثلا مهما يكون بقى يكون وورد يكون بي دي اف يكون صورة تكون اي مهما يكون فيكون فولد مثلا بس تعالى مساحته كبيرة مساحته كبيرة عادي ما احنا متكبرين الدنيا ايوه مش هتكلم عشان الوقت. طيب مثلا ده ملف خالص مفيش ريفيجن بي دي اف بي دي اف طب ماشي احنا هنرفعه فين؟ لسه ما كتبتش كود بتاع الرفع تمام ماشي هدوس ابلود المفروض الكلام ده يتملى مين؟ هتحط في مين؟ جوه البوست هل مسكته في جوه الفايلز؟ هل مسكته من الفايلز؟ ولا انا كده مسكت الفايل بس؟ ايه رايك؟ لو احنا حطيناه في فاريبل لو احنا حطيناه في فاريبل قلناه ماي فايل ماي مين؟ ماي فايل ما عملناش لينك تايب اللي احنا قلنا عليهم قلنا الاسم والبو ده لا بوست ولازم تبقى ايه التايب بتاعها او اللينك تايب بتاعها اسمه ايه تايب مالتبلاي فورم تايب. بص يا محمود عشان ترفع اي صوره لازم تبقى الصوره او اي ملف لازم يبقى الفورمه بتاعتي بوست ولازم تواخد الاتريبيوت اللي اسمه لينك تايب تمام. عايز امسكه كده الماي فايل كده جواه ايه الماي فايل جواه ايه جواه السايز والنيم وكذا وكذا عايز امسك النيم منه اعمل ايه ماي فايل عايز امسك النيم عايز اسوي مين ماي فايل اوف مين بقى اوف نيم عايز امسك التمب التمب عايز اسوي ايه ماي فايل اوف تمب اوف تمب كده tmb underscore بس انا عايز دول طبعا احنا بقى عملنا تشيك على السايز وتشيك على النوع وتشيك على المرات اللي فاتت ارجع على المحاضرات اللي فاتت احنا دلوقتي عايزين نرفع ابلود كان ان هو شغال صح اقول له موف مين في ابلود فايل هو ان كيو اي دي يوني ماشي يعني انت عارف يعني احنا خلينا وقت بنرفع ايه اخيرا الدنيا ماشيه معانا سليمه تمام عايزين نرفع الفايل هنعمل ايه بيقول لي هات مين الفايل نيم مين الفايل نيم موجود فين التيم اقول له خد التيم عايز المكان اللي هتحتفظ فيه الصوره والله انا لو عندي فولدر اخليه يخش جواه عندي فولدر اسمه ايمج بس هو دي مش هقدر الايمج دي خاصه بالسايت اللي هي شكل السايت مش يبقى عندي فولدر ثاني اسمه ابلود فايلز ابلود مين فايلز دي خاص بالملفات اللي بتترفع على السايت اما الايمج دي ده خاصه بالويب سايت نفسه كديزاين تمام فاهم قصدي ابلود فايل اسم الفايل ايه اسمه ابلود فايل حد يقول لي ازاي اخش جوه الابلود فايل وانا جوه الكنترولر ايوه صح كده شايف الراجل انا جوه الكنترولر انا عايز ارجع بره اقول له ايه دوت دوت سلاش ابلود مين سلاش عايز اكتب اسم الملف هنا كونكاتينيت دوت دوت اسم الملف بس هنا النيم بتاعي هيفضل النيم لو انا رفعت واحد دوت جي بي جي وجيت رفعت واحد دوت جي بي جي هيشيل القديم ويعمل كذا فكنا بنعمل ايه؟ كونكاتينيت لمين؟ شفت الدنيا سهله ازاي؟ يونيك مين؟ اي دي دايما لما تذاكر تيجي تاخد حاجه جديده مش قلت لك مش هتاخد حاجه جديده؟ مفيش حاجه جديده هو بس بننظم هنفضل ننظم في كود ننظم في كود لحد ما يطلع وتجي المفروض بعد ما يجي المفروض يا شباب في حاجه اسمها ايروف هنا حاجه اسمها ايروف ازاي اجيب الايروف اسمه مين ماي فايل اوف حاجه اسمها ايرور كده ايرور الايرور ده لو هو بزيرو يبقى هو عمل له ابلود الايرور ده لو بزيرو يبقى عمل له ايه ابلود لو هو باربعه ناخدها بقى في النتيجه هقول له اف الايرور يساوي زيرو هقول له ايكو مين كده بكتب غلط هتقول لي ليه ها كده بكتب غلط ها بكتب ايكو هنا احنا قلنا نكتب ايكو هنا
يا شباب انا كاتب بكتب غلط صح؟ ما نعمل هنا؟ انا عايز اطبق تم الحفظ. هقول له تم رفع الملف اللي هو اسمه اكتب كونكاتينيت جنبه النوتس. هو النوتس موجوده فين؟ في اندرسكور اندرسكور بوست اوف مين؟ اوف نوتس. انا كونكاتينيت جنبها صح؟ اللي هي حضاره مصر اللي انا كتبتها. الكلام ده كده صح ولا غلط هنا؟ هو كده صح وطريقتك العاديه ومحدش ليه دعوه بالكود بتاعك. بس هل ده اللي احنا عايزينه ولا احنا عايزين كل الطباعه في الفيو؟ طب هنا انا جوه الكنترولر هطبق؟ ايه رايك لو عملنا كده مسج حطينا دي ايه؟ في فاليو اسمه ايه؟ مسج. حسين حسين اول ما اعمل اول مره جيت انا عايز اطبع مسج في الاول في الفيو، عايز اطبع كلمه مسج دي. اقول له إلس لو هو إلس ايكو بدل ما كده اقول له لا ده المسج ايه؟ بيساوي هناك خطا هناك خطا كده. لو الملف اترفع هيطبع ايه؟ تم رفع الملف. لو ما اترفعش يقول لي هناك ايه؟ خطا. في مشكله في اللي عملته ده؟ عايز اطبع المسج دي اعملها ازاي يا حسين؟ هاخد كلمه المسج دي واروح لمين؟ على مين؟ الفيو. فين الفورمه؟ اه انا عايز اطبعها تحت الفورمه، عايز اطبعها في اتش 1 اكيد هتفتح اتش 1 ودي جواها وتكتب مين؟ المسج. ازاي اكتب المسج؟ افتح كده صح ولا غلط؟ جورج اول مره اول ما افتح اول لما افتح لاول مره المسج اجيب ايرور ولا مش هتجيب؟ طيب اسالك سؤال عكسي، هو لو انا عملت ما عملتش بوست، لو ما عملتش بوست هيخش جوه الاف دي ولا لا؟ مش هيخش جوه الاف لو ما عملتش بوست، أول مرة في المرة الأولانية ما فيش بوست. فعمره ما يخش، هل هيعدي على المسج؟ مش هيخش هنا خالص، فهيعدي على المسج يملاها ولا لا؟ هيعدي على المسج يعرفها ولا لا؟ لا. وأنت بتيجي تقول له اطبع له المسج، هيضرب ايرور ولا لا؟ اه. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ عارفه في الفاريبل فوق. تعال نشوف الفاريبل في الاول الخطا اللي انا بقول لك عليه. انا اول مره كده بعمل جيت ولا بوست؟ بيقول لي مفيش فاريبل اسمه ايه؟ تعال نشوف كده فين يا عم في فاريبل اسمه. لا يا باشا ما هو مسج دي الاف الكبيره من اول الكوز لحد من الكوز ده، هل هو دخل هنا خالص؟ فانت ازاي تقول له اطبع لمين؟ المسج. عشان نتفادى الموضوع ده نعمل ايه؟ في كذا حل. علي قال لي ممكن اعرف في متغير دي فوق صح. واحد يقول لي حل تاني؟ لا من غير جلوبال، لا كده خلاص اتعرف اه متشاف في كل حته، لان ده على مستوى مين؟ البي اتش بي، فهو متشاف هنا ومتشاف هنا ومتشاف هنا كده. لما اعمل ريفريش لاول مره هي شغاله واشتغلت؟ شغاله بس مش هيطبع حاجه. واحد يقول لي ازاي احلها تاني؟ ممكن نخلي الاف اللي تحت دي لوحدها. حد يقول لي احلها ازاي؟ مش هحط ده. علي بيقول بص انا اقدر احلها هنا. ازاي هنا؟ قال لي ده سهله خالص، مش انا كنت بقول له كده؟ مش كنت بقول له كده مش شغاله؟ رحت عملت له كده، شوفوا صح ولا غلط؟ بس هخليها بي اتش بي. بص هو كان اسمه مين؟ كده كده؟ انا كنت كوبي بيست. اسمها مسج ولا اسمها ايه؟ صح كده ولا غلط؟ هو كده صح. صح مش صح تمام. بس هتحل هتضرب ايرور ولا مش هتجيب؟ مش هتجيب كده. احنا مش بنقول ادفانس مش ادفانس دلوقتي، احنا بنقول دلوقتي احنا عايزين نحل ايرور قدامنا. اهم حكايه ان احنا هنقول نحس ان الكود لسه مش قدامنا دلوقتي. ها كده صح ولا غلط؟ هتجيب ايرور ولا لا؟ طيب لا مش هتجيب ايرور. هنا عادي مسموح لك ان انت تكتب كود بي اتش بي عادي.
لو شويه كود بي اتش بي يعني مثلا افايه بتلف على كود بتعمل كذا، يعني مثلا عايز عندي اري والف عليه، اكيد مش هتلف عليه هناك، هتلف عليه في ال HTML. فهنا مسموح لك ان انت تكتب حبايه بسيطه من بي اتش بي، يبقى الفيو مش هتلاقي كله HTML، هتلاقي ايه؟ بعض الجزء منه HTML بي اتش بي بس ايه؟ بسيط بسيط، عشان تتفادى ايرور هيحصل، عشان تتفادى مشكله هتحصل، علشان تطبع كود، عشان تعمل كذا. ادخل. عليكم السلام يا كاتب. الحمد لله السلام. كده اجيب ايرور ولا يا جورج؟ اعمل ريفرش. يبقى ممكن الراجل ده يحل الطريقه، ممكن يحل، ولذلك ما حدش يقول لك انت كودك غلط ولا انا طريقتي انا شغال كده، بس دايما طبعا احنا بنشوف الحل الامثل ونحله. في مشكله في الوقت ده؟ طيب. طبعا احنا خدنا اف صح؟ خدنا الشورت كات بتاع الاف ولا لا؟ اكيد خدنا. شوف الشورت كات بتاع الاف حد عارفه؟ اقوله كده نشوف يمكن نتذكره مع الجنان يمكن يبقى احنا خدناه صح يعني؟ انا لما اقول هنا اف اكس اكبر من 50 اتس نفذ الكود ده، انس نفذ لي مين؟ الكود ده صح؟ مثلا ايكو 50 مثلا ايكو 50 انس ايكو نوت 50. في مشكلة في كده؟ قلنا في شورت كات بسيط جدا بدل ما اكتب السطر ده كده، بدل ما اكتب السطر ده كله بص بقول بص اكس اكبر من 50 واعمل علامة استفهام. خدت كده؟ افتكرت؟ لا لا مش علامة استفهام، احنا قلنا الناحية الثانية بتقول الاكس اصغر اكبر اصغر من 50. انت بتفتح لا لا والله في البرنامج والله بتفتح كده. طيب اللي احنا قلنا عليها مش عارف نحشرهم في النص اصلا. اف الثلاثية، اف الثلاثية، اف الثلاثية، بكتب الشرط قبليه علامة بعديه علامة استفهام، بسأله كده هل اكس اكبر من 50؟ هنا بكتب الشرط لما يكون صح، نقطتين الشرط لما يكون غلط، يبقى هنا الشرط غلط وهنا الشرط ايه؟ صح. هنا عايز اكتب ايه؟ 50، فأقول له ايكو كام؟ ايكو 50. ده لما يكون صح، هكتب هنا الغلط، أقول له ايكو مين؟ نوت مين؟ ماشي ما انا بقولها ما انا ماشي ما خدناهاش ماشي ماشي بصغر لك الدنيا بصغر لك الشورت كات. الاسهل تكتب كده سطر بسيط خالص ولا الاسهل كده؟ هو لو في لو هي حاجه بسيطه ما تجيب كده، لكن ايه لو في حاجات كتيره ما دي ايه اف الثلاثيه؟ الثلاثيه يعني ايه؟ يعني لما يكونش عندك شرط واحد مش محتاج حاجه واحده يا اما ترو يا اما مين؟ بس الناس بدأت ان هي لو انت شغال برمجة تقدر تخليها اكبر من كده. ازاي؟ عايزك تتوه معايا بس يعني الى حد ما متوش قوي يعني. الناس استخدمتها بطريقة ما. ازاي؟ بص هنا ده الشرط لما يكون صح، لما يكون غلط، لما يكون صح يبقى هنا، لما يكون غلط يبقى هنا. الناس عملت كده مثلا اكس اكبر من كام؟ عملت كده. هنا لو الشرط ايه؟ صح، وهنا الشرط لما يكون ايه؟ غلط. فرع قال لك ايكو مثلا 50 ونقطتين ويكتب الشرط ايه؟ الغلط. فرع قال لك ايه؟ طب اكس اكبر من مثلا 70 مثلا اصبح دي كده انس هتبقى جواها افايه تانية. اروح سائل السؤال اهو اكبر من 70 بس اعمل اجابتين واعمل جنبها اجابتين. ازاي؟ اقول لك هنا كده انت بتسال، انت في مرحله الغلط هتقول له اكس اكبر من 70 وبتسال. طب دي محتاجه منك كام؟ اثنين اول اجابه وتاني ايه؟ ده انت ممكن بس مش عايز انت كده مش هنضطر يعني ولذلك بيقول لك لا لما يكون حاجه خفيفه اعملها ايه؟ بالشكل اللي انا عملته ده. في اي مشكله في اللي عملته ده؟ طيب حسين اعمل لي الشكل اللي انا عملته ده
في دي. بدل ما انا عايز اكتب ده اعملها لي بقى. حد تعملها لي ازاي؟ انا بدل ما اعمل دي كده اقول له ايه؟ الست ازاي؟ الست على طول. ايوه الست مفيش افات. اوكي ماشي. الست اقول له مين؟ مسج. المسج اعمل لي ايه؟ اسالها ايه؟ هل هي موجوده؟ ده لا اما ترجع لا اما ترجع تقول لا اما ترجع ايه؟ لو هي ترو بتعمل ايه؟ اللي هو موجود اطبعها. اقول له مين؟ ايكو او برنت صح؟ ايكو او مين؟ برنت. برنت مين؟ المسج. المسج. لو ما كانش ما تطبعش حاجه. لا فاضي طبعا ماشي بس هو تطبعها لو تطبعها تديك ايرور عشان هي مش موجوده. مش موجوده تمام؟ تمام في مشكله في اللعبه ده؟ ها؟ في مشكله؟ يا ابني احنا بندش على برمجه سيبك من المثال ده انا بدخله في المثال. لا عشان هنسى انا عارف نفسي. طيب انت يا عم الحاج انت متغير اهو اكس بيساوي 60 عايز اعمل له وقف الشرطيه لو هو اكبر من 50 يتباع اقل ما يتباع هتعمل ايه؟ الست ايه؟ اقول لك الشرط انا عايزه اكبر من 50 اكس اكبر من 50 ايوه شوف ايه افهم اكس اكبر من كام؟ اكبر من 50 لو هو اكبر من 50 اطباع يبقى مثلا برنت لي اللي هو مين؟ اكس لو ما كانش اطباع لي حاجه ثانيه اصغر من 50 فانت كله شرط وانت على حسب مره افسيت مره مش عارف موجود مره كذا فانت ما تكتبش حاجه لان احنا بنشرح بروجرامنج ما بنشرحش كود تمام؟ في مشكله في العمل ده؟ والراي اللي قاله علي كان راي سليم خالص وهو ده اللي نرجعه للاول يا يعني انت مثلا تتوهنا في الاخر تعمل تعالى لازم تعرف كل حاجه في البرمجه وفي الاخر تشتغل بمزاج وده احنا اتعودنا عليه من اول الكورس احنا بناخد كل حاجه وفي الاخر ايه انت اشتغل بمزاج بقى كده. طب ليه انت توهتنا ده كله؟ هو مش توه ولا حاجه احنا عرفنا اف اف كذا وفي كذا عايز تستخدمها استخدمها مش استخدمها مش استخدمها عرفنا احنا ممكن نتفادى الايرور ده ان احنا نعمل ايرور متغير هنا كده فوق خالص بفاضي عرفنا ان احنا ممكن نحله اساسا من غير متغير فاضي نقول له اف 6 صح ولا لا؟ ده كلها حلول حاجات بسيطه خالص بس هتفيدك لما ناخد ده تقيس. تعالوا نقول هنا ملاحظات او حضاره مصر اللي احنا كنا خدناها شويه حضاره مصر واقول له تشوز فايل اختار البي دي اف ده اول ما اقول له ابلود المفروض يا اما يقول لي لم يتم الحفظ لوجود خطا ما يا اما يقول لي تم الحفظ. ارجع لي تم رفع الملف وجنبه حضره مين؟ مصر عشان انا كنت عامل كونكاتنيت ما الراجل ده بقى عايز يدي له ستايل الرساله اللي تطلع دي الرساله دي اللي بتطلع دي الراجل الديزاين عايز يديه ستايل خش كده هيشوف اي حاجه غريبه ولا هي تاجه اكنها تاجه اتش تي ام ال بس هو بص هيتغاضاها بس بالنسبه له جديده ويجي يدي بقى السي اس اس بتاعه خلاص ادي الكود اللي ادي شفت الكود اللي بيشيل بقى ادي الكود انا هشتغل ديزاين مش هشتغل فين الديفولب؟ ما الديفولب سهل اهو انت عملت حاجه في الديفولب يا ابني احنا نكتسبنا الديفولب اهو الديفلوب ده صح؟ شغل دماغ شغل دماغ طيب مش شغل دماغ احنا ماشيينه حبه حبه تمام؟ في مشكله في العمل ده؟ ده بقى اصبحت الفيو وحدها والكنترول وحدها ده انا مش هقدر اخليك الدنيا سايحه ببعض هي الدنيا سايحه ببعض مع الناس اللي لسه مبتدئه يبقى حلو ليه؟ هو عايز يكتب اي كتابه وخلاص لكن الشغل التنظيم بياخد منك وقت كبير لو نظمت لو نظمنا دلوقتي يعني لو شغالين صح هترتاح بعدين واي فريم ورك شغاله بناء على ام بي سي اسال سؤال بقى بعد ما خدت الام بي سي سهله ولا صعبه؟ اه لسه هنتكلم فيها انا خدت جزء منها بس الطريقه اللي شغالين بيها سهله ولا صعبه الام بي سي؟ سهله خالص ما فيش اي حاجه هو زي اللي احنا بنكتبه بس تنظيم مين؟ الاكواد بيعمل فولدر بسيط اسمه فيو وفولدر بسيط اسمه كنترول ويبدا يكلم الكنترولر اللي يتكلم بص لا يا عم هتطول ايه ما خلاص مش هتطول في حاجه هتطول فيها موديل وتزود فولدر تانية بس هتحط فولدر سي اس اس اهو في فولدر تاني هيبقى جافا سكريبت ماشي ده السايت بتاعك ده الطبيعي ده الطبيعي اللي انت كنت ماشي بيه اساسا جافا سكريبت
في فولدر هيبقى فيه ايه تاني؟ مفيش فولدر تاني هيبقى فيه الفونتس. فونتس ده الطبيعي بتاعك. ده الطبيعي بتاعك ان يبقى السايت بتاعك هيبقى فيه فولدرات كده. ده لما تنزل فريم ورك للارافيل بقى هتنزل لك الملفات جاهزه وهتلاقي الملفات دي زي ما انت شايف كده كتير هتشوفها اكتر. فانت هتقول ايه؟ هتقول الملفات دي بلحها بلحها. طيب لما نروح للارافيل انا عشان تبقى عارف بس عشان موضوع تنزيل الكود اوريك بس واحده لارافيل. لارافيل اهو ده بروجكت لارافيل خش جواه ادي الفايلات دي كلها تمام. يعني عايز اقول لك وقت البوتستراب في خش جواه كده بابليك دي ملفات السي اس اس فصل واحده. خش ملفات داتابيس الخاصه بالداتابيس. خش على ملفات اللي هو الريسورس تلاقي الفيو. تخش هنا تلاقي منظر لك البتاع ده ال HTTP هتلاقيه في الابلكيشن. هنا الكنترولر هتلاقيه ايه حاطط لك كل حاجه لسه لما نهبط هتلاقي ايه منظر لك الدنيا بنفس التنظيم اللي احنا ماشيين. هو لذلك لما تكون فاهم ام في سي وتروح لارافيل او مش لارافيل بس لاي فريم ورك ثانيه هتلاقي الدنيا معاك مظبوطه تمام. في مشكله في اللعبه ده تمام كده؟ سهل؟ مهم. انا عارف يمكن الدنيا متلخبطه معاك لان انت مش متعود على شرح اولا، ثانيا ممكن يكون اساسا الايديتور اللي احنا شغالين بيه بطريقه مختلفه، ممكن يكون كذا سبب، خلاص؟ بس اللي احنا بنقوله ده احنا بنيين اساس دي. بنيين دي اساس الناس فاهمه ايه اللي احنا بنعمله ده، فبذلك هتلاقيهم سرعه الاستواء عندهم